السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. انا عارفة ان انا متأخرة عليكم بفيديوهات الميك اب شوية، ولكن يعني الحمد لله على كل حال. حصلت لي حادثة بسيطة كده، الحمد لله على كل حال. زي ما انتم شايفين تقلي باين جدا اللي حاصل في وشي، وعايزة اقولكم في رقبتي ودقني، والحمد لله. يعني كنت واقفة بعمل اكل يعني، والزيت فرقع في وشي بوظ لي الدنيا خالص، الحمد لله على كل حال. فبعتذر لكم جدا، وبعتذر لكم على المنظر اللي انتوا شايفينه يعني، بس يعني الحمد لله. طبعا بعالج وبحط ميبو وبحط كل الحاجات يعني، والحمد لله على كل شيء. ونتمنى من الله ان الموضوع ما يسيبش اثر كبير. وتعالوا نشوف فيديو النهارده، عشان بس انا ما بحبش اعيش في الدراما جامد قوي. فتعالوا نشوف فيديو النهارده، فكرته لذيذه جدا وكاننا بنلعب مع بعض كده. والمفاجأة ان انا في حد داخل يلعب معايا اللعبة، وهو القمر موني ستايل حبيبة قلبي. موني دخلت معايا الفيديو دوت، وهتعمل لنا فيديو في نفس الفكرة. والفكرة بتاعتنا ان احنا هنستخدم ميك اب، هنعمل ميك اب بمنتجات كلها مش بنحبها. يعني انا هعمل ميك اب بمنتجات، كل المنتجات اللي انا بعملها منتجات مش بحبها خالص. اموني نفس الكلام هتعمل ميك اب بمنتجات هي مش بتحبها خالص. تنويه مهم جدا، مش معنى ان انا بحبش المنتجات دي او المنتجات دي ما بتعجبنيش ان انت هيكون رايك زي. يعني ممكن استخدم الحاجات دي تكون بتعجبك انت وانت بتحبيها، مش معنى ان انا بقول عليها ان هي مش عجباني ان هي تبقى وحشه. نفس الكلام يعني، ممكن استخدم منتج هنا موني تقول عليه وحش، موني شايفاه حلو يعني، فاهمين؟ موني ممكن تستخدم منتج انا شايفاه حلو جدا هي تقول عليه وحش. يعني انا اصلا هتفاجئ بالحاجات اللي موني هتعملها، وموني هتتفاجئ بالحاجات اللي انا هعملها. فيلا بينا نشوف ايه المنتجات اللي انا شايفاها مش حلوه من وجهه نظري او ما بحبهاش، وكمان هنروح نشوف موني ايه المنتجات اللي هي ما بتحبهاش. فيلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هنبدا بالسكين كير، وبعتذر لكم ان السكين كير كله اللي انا هستخدمه دلوقتي من المنتجات اللي بحبها وبستخدمها ملهاش علاقه بموضوع الفيديو خالص، لان انا مش قادره احط على وشي حاجه انا ما بحبهاش دلوقتي للامانه. فبدايه انا منظف وشي بالتونر بتاع شجرة الشاي من لاف نيتشر من اوريفلام، تمام؟ انا مستغنيش عن المجموعة دي ابدا في حياتي كلها. دلوقتي هرطب وشي بالسيرم بتاع اسمه الزافيك تقريبا، انا مش بعرف انطق اسمه قوي، اللي هو الكوري دوت، ده من عن صفحة استريلا. هرطب بيه وشي كله. تاني حاجة هستخدم تحت عيني هرطب بالكريم بتاع ايفا اللي هو باللؤلؤ دوت. الكريم ده يا جدعان رهيب، تحفه تحفه. يعني عايزه اقول لكم ان اصلا انا كنت جايباه على الكلام اللي كانت قايلاه عنه زينة النجار، تمام؟ فعلا تحفه جدا. عايزه اقول لكم ان لو انتم متابعين يعني الميك اب ارتست المشاهير، من ضمنهم رشاد لسه عامل هو ماستر كلاس مع زينة النجار. عايزه اقول لكم ان هو في الماستر كلاس بيستخدم ده للمودلز، بيستخدم ده لتحت العين في المودلز، مش بس بيستخدمه تحت العين، ده بيستخدمه في كل المناطق اللي فيها خطوط. البتاع ب 66 جنيه الكريم ده، ب 66 جنيه تحفه. عايزه اقول لكم ترطيبه رهيب رهيب وتحفه قبل الميك اب. زي ما انتم شايفين هو لونه كريم، لكن هو مجرد ما بيهنيه بيتحول لجل كانه سيرم. فظيع، ترطيبه جميل جدا تحت الميك اب بجد. انا مش مصدقه ان ده من ايفا ب 66 جنيه، لاقيه في اي هايبر ماركت ولا في اي صيدليه. لازم تجربوه وتقولي رايكم فيه، بجد رائع. بعد كده هرطب شفايفي بالليب بالم دوت من عند فيروزه بيوتي. تعالوا كده نبتدي اول حاجه بالحواجب. للامانه انا في الكوليكشن بتاعي بتاع الميك اب يعني، مفيش عندي حاجه في الحواجب انا ما بحبهاش قوي. يعني معظم حاجتي بتاعت الحواجب بالذات انا بحبها جدا، لان اي حاجه بجيبها في منتجات الحواجب وما بحبهاش بوزعها على طول، تمام؟ فبس هوريكم قلمين، القلمين دول انا اوريدي عندي عليهم تعليقات، فانا هقول لكم تعليقي عليهم بس، تمام؟ اول حاجه واحد بتاع ميبيلين، وده استخدمته لكم في فيديو قريب، ومشكلتي معاه الوحيده ان القلم غالي جدا على ان يبقى حجمه صغير كده. يعني القلم اهو ده حجمه، عايز اقول لكم ان هو مثلا كبره سنتي كمان، ده كان حجم القلم كله والباقي فرشه.
فلما يكون قلم بمية وحاجة ده حجمه، لا مش مستاهل يعني، ممكن اجيب حاجة ارخص من كده واحلى من كده. لكن القلم حلو مش وحش. تاني قلم اللي هو بتاع اماندا بتاع الحواجب، برضو القلم حلو جدا ما فيهوش حاجة، برضو جميل ولونه حلو. مشكلتي معاه ان هو يعني لما باجي برسم بيه بحس انه بيوقع شعر الحاجب، لانه مش سهل يعني، بحس ان هو لازم يعني، بصوا لازم تبريه قوي كده ويبقى ليه بوز عشان ما يكحتش معاكي في حواجبك. غير كده لان كمان الفورمولا بتاعت القلم ده عامله زي الشمع شويه، فبتلزق شعر الحاجب في بعض. دي حاجه حلوه بس في نفس الوقت تقيل على حاجبك، تمام؟ خاصه لو انت حواجبك واحده حواجبها خفيفه. فالنهارده انا هستخدم بتاع اماندا الدرجه دي 01. عملت حواجبي يا بنات، ودلوقتي هاجي عند مرحله المسكره الشفافه. والمسكره الشفافه اللي انا ما بحبهاش هي المسكره بتاعت ايزنس. ليه يا رورو ما بتحبهاش؟ المسكره بحس ان هي ملهاش اي لازمه، هي فقط بتحسسني ان انا حطيت ميه على حواجبي، بالذات وهي جديده يعني. كمان يمكن انا دلوقتي بقيت بستخدمها وهي قربت تخلص، لان بتطلع كميه برودكت قليله فبقدر اتحكم شويه فيها. لكن وهي جديده عايزه اقول لكم، يعني عايزه اقول لكم يعني دي بقى لها معايا فتره من كتر ما انا ما بستخدمهاش، لان وهي جديده بتطلع ميه، تحسي ان انت كل اللي عملتيه ان انت بليتي حواجبك، فاهمين؟ دلوقتي طبعا المفروض ان انا انضف حواجبي، وهستخدم اكتر كونسيلر انا ما بحبوش. في كونسيلرات تانية برضو يعني في تعليقات عليها، بس اكتر كونسيلر انا ما بحبوش وكنت دافعه فيه مبلغ حلو يعني، هو باليت الكونسيلر بتاعت بي اتش كوزماتيك. دي المفروض ان هي باليت كونسيلر فاونديشن، دي ده الوانها تمام. المفروض ان انت تستخدميها كفاونديشن او ككونسيلر. فيها 10 الوان زي ما انتم شايفين. الباليت تقريبا جديده يعني، تقريبا ما استخدمتهاش غير مره او اتنين، وزي ما انتم شايفين ملحوسه كده. ده بسبب ان انا كل ما اجي استخدمها او عشان افكر استخدمها لازم احط عليها يا اما النقط بتاعت انجلوت اللي هي الحاجات ديت، او زيت مثلا، اي حاجه تسيح الكونسيلر من كتر ما هو ناشف يعني، بيطلع بصعوبه جدا تمام كده. فدي اكتر حاجه فعليا عندي انا ما بحبهاش. بعدها على طول بتاعت انستازيا، ف يعني حقيقي من الحاجات اللي انا ندمانه اني دفعت فيها فلوس. طبعا ما كنتش اعرف يعني، لازم نتعلم وكده. فبدايه هنضف حواجبي بالدرجه دي، وهستخدم الفرشه دي من طقم اللي هو زويفا الكوبي، من اكتر الفرش اللي حبيتها في الطقم دوت. الطقم ده كان من عند يلا شوبينج، هسيب لكم اللينك تحت. بعد ما نضفت حواجبي بنات، الحاجه اللي هستخدمها بعد كده ما بحبهاش، وهي البرايمر بتاع فريش اند فيت. انا عارفه ان في بنات كتير جدا بتحبه، في يوتيوبر كمان بيحبوه، ولكن انا ما بحبوش خالص. وده الكلام ده انا قلته قبل كده ليه، لانه انا بحسه ما بيعملش اي حاجه من المفروض ان هو المفروض الواحد مشتريه عشان يعملها يعني. المفروض ان انا جايباه علشان خاطر هو مكتوب عليه ان هو بور مانيمايزنج، يعني هو بيصغر المسام. هو ما بيعملش اي حاجه خالص خالص للمسام الحقيقه يعني. هو بس مكتوب عليه هيلسي جلو، يعني هو مفروض انه كمان بيرطب البشره وبيديها جلو كده. انا ولا بحس انه بيرطب قوي يعني، عادي يعني عادي. حتى الجلو بتاعه اللي هو بيديه للبشرة مش قوي يعني، عندك حاجات كتير احلى منه الحقيقة. مش بحس ان هو قوي في الجلو يعني. بصوا زي ما شايفين اهو، فين الجلو؟ المفروض ان انا يعني ده احطه احس ان وشي ده اوعى يعني. فين يا جماعة؟ فين الاوعى؟ يعني كأني حطيت كريم، فاهمين قصدي؟ مش حاجة اجيبها مخصوص يعني. ان دلوقتي هنيجي عند خطوة مهمة جدا، وهي خطوة ان انا اخفي الحاجات طبعا اللي في وشي دي. طيب
طيب هتخفيها ازاي يا رورو؟ هخفيها بطبعا كونسيلر غامق. فانا هستخدم نفس البلدي، هستخدم اغمق درجة، ولكن عشان اعرف استخدمها هحط عليها نقطة من الزيت بتاع بتاع ايفون، تمام؟ لان انا عايزاه يبقى طري جدا جدا على الحروق اللي في وشي ديت، عايزاه يبقى حاجة طرية جدا جدا، فهستخدم زيت امن حاجة. يعني حط نقطة واحدة وادمجها وابتدي اشتغل. هبتدي ادمج بالراحة جدا على الاماكن دي، انا مش هاجي جنب الحاجة اللي حطيتها، انا هدمج طروفها، تمام؟ مش هدمج الكوريكتور اللي انا حطيته، انا هدمج طروفه بس، تمام؟ عشان ما يروحش خالص. نيجي دلوقتي عند فقرة الفاونديشن، واكتر فاونديشن انا ما بحبوش ابدا ابدا، وعمر ما ايدي فكرت في مره انها تتمد وتجيبه ولا هتفكر خالص. طبعا ممكن يكون هيعجب بعض الناس وفي ناس بتحبه، ولكن انا ما حبيتوش ابدا، هو الفاونديشن بتاع لونا. الفاونديشن ده بالنسبه لي مش حلو خالص، مش هقول ان هو اي حاجة، غير ان انا اقول ان هو من اسوأ الفاونديشنز بالنسبة لي انا اللي انا جربتهم. في فاونديشنز كتير ما حبتهاش عادي، بس الفاونديشن ده انا خالص خالص. ليه يا رورو؟ انا على فكرة عاملة لكم ريفيو كامل جدا كامل جدا كامل كامل من مجاميعه عن منتجات لونا، هسيب لكم اللينك تحت لو عايزين تروحوا تتفرجوا عليها. جربت ميك اب كامل من لونا، طبعا هتلاقوا رايي بالكامل في الفيديو اللي انا بقول لكم عليه، بس طبعا انا هقول لكم دلوقتي انا ما بحبش الفاونديشن ده ابدا، لانه انا هقول ان هو مش مناسب لبشرتي كبشره مختلطه، بحسه كيكي جدا على البشره للامانه، بيبين كل عيوب البشره بالنسبه لي. مع احترامي لرأي الجميع، لانه عادي زي ما قلت انه حاجة تعجبني ما تعجبش غيري، بس ما حبيتش شكله على بشرتي تماما، بيبين البورز جدا جدا جدا. يعني انا عايزة اوريكم، مش عارفة باين ولا ايه، مش عارفة هيبين لكم ولا ايه. بصوا وشي مخرم ازاي، انا عندي بورز واسعة. الفاونديشن اول ما بحطه على بشرتي تحس ان وشي خرم خرم خرم، عامل زي العيش الكابوري على على البحر. وبعد كل بقى دوت، يعني كمان بعد كل اللي انا بقوله لكم دوت، دمجه على البشره صعب جدا، مش سهل خالص، بحس انه بيبقع كده، مش عارفه باين عندكم التبقيع ولا مش باين. انا عارفه ان انا شرطت الفاونديشن خالص، انا عايزه اوريكم، عايزه اوريكم، لازم تشوفوا. بصوا كل ما اجي ادمج في حته يتشال من حته تانية، شايفين؟ شايفين مش راضي يندمج هنا، شايفين التبقيع؟ كل ما اجي ادمج في حته يتشال من حته تانية، ادمجه هنا يتشال من هنا، يعني هديله فرصه اخيره وهستخدمه بالفرشة. انا مش عارفة الفيديو اللي انا كنت عاملكوا فيه الريفيو عنه كنت مستخدمة ايه الحقيقة، مش عارفة، مش فاكرة، لان انا مستخدموش خالص زي ما قلتلكوا. فتعالوا نديله فرصة اخيرة وندمجه بالفرشة نشوف ايه اللي هيحصل. تمام، اوكي، دمجه بالفرشة احسن لحد كبير جدا من الـ من الـ مش احسن حاجة طبعا، ولكن احسن بكتير قوي من البيوتي بلندر بكتير. اسوأ حاجة في حياتي جربتها حي، يعني متهيألي، يعني عايزة اقول لكم بتاع مية سينما برقبته. متخيلين متخيلين متخيلين. دلوقتي وقت التفتيح، طبعا هستخدم افتح درجة، تمام، من الباليت، وهستخدم اغمق درجة ككونتور، الاتنين من نفس الباليت البشعة اللي احنا بنستخدمها. برضو من الحاجات اللي انا بكرهها في البلد دي، زي ما انتوا شايفين لون الكونتور، لون الكونتور مش كونتور ابدا، هو يا دوبك مصحح، يعني هو يا دوبك مصحح زي ما انا استخدمته في الاول، اكتر من كده زي ما انتوا شايفين هو ولا حاجة، هو بلح، تعرفوا بلح بلح، هو بلح. دلوقتي بعد ما خلصت المفروض ان انا هثبت وشي، اكتر بودر ما بحبهاش
في الحاجات اللي جربتها الفترة الأخيرة هي الباودر بتاعت ايسنس اللي اسمها اول اباوت مات. تمام. الباودر دي ليه رورو ما بتحبهاش؟ هي ده شكلها، شايفين بيضة ازاي؟ عايزة اقول لكم انك لو كترتي منها سيكة يعني كده بتعمل فلاش باك، بتعمل ابيض اصلا. يعني عايزة اقول لكم اهي بصوا، بتعمل لون، بتسيب لون ابيض اهي، بصوا شوفوا انا دمجتها قد ايه، شايفين سايبه لون ابيض، مهما دمجتي فيها بتسيب ابيض، بتعمل فلاش باك جامد. فحقيقي انا ما بحبهاش ابدا ابدا، وعشان كده اكتر طريقه انا بستخدمها في بيها علشان خاطر اخد منها كميه قليله، ان انا بجيب فرشه كبيره، شايفين الفرشه دي كبيره قد ايه، دي من الطقم بتاع بي اتش. هاخد الفرشة كده، والطقم ده كان تقريبا، الطقم ده من الطقم الحلوة برضو يا بنات، الطقم ده كان من عند ياسو ستور تقريبا. باخد كده اهو منها حبة، شايفين اهو، وبنفضها جامد، وابتدي ان انا اعمل كده. تالي باين عندكو قد ايه وشي يفتح، دي ده وشي مفتحش يا جماعة، ده وشي اتجير او وشي عمل فلاش باك من البودر، رغم ان انا واخدة منها كمية قليلة جدا، بس بودر سيئة جدا. ده من وجهة نظري، انا اسفة لأي حد بيحب المنتجات دي، ده رأيي انا. بصوا بقيت شبح بعد ما كان وشي متحدد وكده، بقيت شبح. ثبت تحت عيني طبعا، شايفين برضو تحت عيني بقى لونه عامل ازاي، بقى ابيض فلاش باك مش ابيض تنوير. تمام. تاني حاجة برضو قبل ما اكمل عايزة اوريكم، بصوا شايفين الحتة دي، ده تقطيع الفاونديشن، ده مش اي حاجة غير انه الفاونديشن قطع فينيش البشرة فوق السيء، فوق السيء بشوية. يلا نكمل، انا اصلا مش قادرة اكمل والله العظيم جد، دي ايه قصمت، لان انا مش مصدقة شكل بشرتي. طب يلا نكمل. هنيجي دلوقتي عند فقرة البرونزر، والبرونزر اللي انا هتكلم عليه ده انا مش بكرهه، بالعكس البرونزر حلو وانا بحب استخدمه كل حاجة، ولكن في مشكلة جامدة جدا في البرونزر ده، اللي هو البرونزر بتاع لونا برضو. تمام. الدرجة دي 0.1، هو مفهوش غير درجتين 0.1 و0.2. تمام. دي درجة 0.1، هو المفروض متقسم لنص برونزر ونص هايلايتر. اللي انتبهني من زمان قوي من ساعة ما بديت القناة كنت على طول بستخدمه كبرونزر لمناخيري، عشان كده تلاقوه معايا ما بيخلص. تمام. مشكلة البرونزر ده انه من ساعة ما جه وهو تقريبا محجر، سواء الهايلايت سواء البرونزر محجر، مهما تعملي فيه الفرشة ما بيطلعش حاجة، يعني صعبة جدا. وبعدين كل ما بتفركيه، يعني مثلا انا بفركه كده عشان يطلع، كل ما بتفركيه بتستخدميه ويطلع ويبقى زي الفل زي ما هنشوف دلوقتي، وبعد شوية تيجي تستخدمي تاني تلاقيه حجر تاني. ف يعني على ايه؟ على ايه لا مؤاخذة، انا اجيب بتاع فيتمي اللي هي بودر 300 رقم 330 بتاعت فيتمي، ولا بتاع كاتريس برقبته، ولا بتاع ايفون برقبته. هنيجي دلوقتي عند ال بتاع ده، وهبتدي افرك كده عشان يطلع معانا، وابتدي اخد منه كده، بحب اخلط الاتنين مع بعض، وتشوفوا بقى لما يتفرك بيبقى عامل ازاي. بصوا حلو ازاي، حلو جدا على فكره، حلو جدا. بس يعني زي ما قلت، لو انت عندك استعداد تعالجيه وتفضلي تعملي كده كل شويه، البرونزر حلو جدا، خاصة لو بتحبي البرونزرز اللي بيلمعوا يعني، او اللي فيهم لمعة، لانك تقدري تخليه مط لو استخدمتيه لوحده، وتقدري تخليه فيه لمعة لو خلطتي الاتنين مع بعض. وطبعا هو كهايلايت تعبان جدا جدا، مش حلو خالص كهايلايت، بس يعني مش عارفة ابين لكم قد ايه لونه حلو، وكمان بصوا اللمعة اللي مديها للبشرة دي تحفة. بس هو مشكلته اللي انا قلتها لك، لو قادرة تتعاملي مع المشكلة دي هو حلو جدا، حلو جدا. هنيجي عند البلاشر، واسوأ بلاشر استخدمته برضو
يعني من فتره كبيره قوي، من فتره كبيره قوي ما استخدمتش بلاشر وحش. بس اوحش بلاشر انا استخدمته هو بتاع لونا برضو، اللي هو درجه 508، تمام؟ الدرجه دي تحديدا، الدرجه دي تحديدا تحديدا، مش البلاشر كله، عشان في بلاشرات من لونا حلوه جدا. الدرجه دي تحديدا 508، والدرجه دي كلمتكم انا عليها قبل كده. الدرجه دي ما بتطلعش لون، يعني ما بتطلعش لون اصلا، تمام؟ ما بتطلعش لون اصلا، تمام؟ يعني برضو هنضطر نفركها. نفس كلام البرونزر بالظبط، نفس الكلام بتاع البرونزر، مش فاهمه ايه مشكله لونا في الموضوع. بس الدرجه دي بالذات، لان انا لما اتكلمت قبل كده يعني بصوا، حتى لما افركها، يعني حتى لما افركها مفيش منها امل. بس للامانه الدرجه دي بالذات، في بنات قالت لي يا رورو لما اتكلمت عليها قبل كده، ان الدرجه دي بالذات هي مش حلوه، يعني الدرجه دي بالذات مش حلوه، انت اخترتي درجه مش حلوه. اهو الحمد لله فركناها اكتر، طلع في امل، فالحمد لله في امل اهو. طبعا البودر تحت العين حاجه منوره ما شاء الله، حاجه خطيره، تمام. دلوقتي هنيجي لوقت الهايلايتر، واكتر هايلايتر انا ما بحبوش، لو متابعيني هتعرفوا على طول. اولا بس هرش وشي بالروز ووتر بتاعه فيروز. برضو اكتر هايلايت انا ما بحبوش هو الهايلايتر بتاع كاتريس اللي اسمه جلو، اللي هو ده، دي درجه 0 و10، اسمها لايت انفيجن، تمام. بصوا تقريبا هتلاقوها جديده لانج، انا ما استخدمهاش خالص وكلمتكم عليها قبل كده برضو. ما بحبهاش ابدا. ليه يا رورو؟ بودري، انا ما بحبش الملمس ده من الهايلايترز. انا بحب الهايلايتر يبقى اللي هو الملمس المتوسط، اللي هو بين الكريمي والباودر، بين لكن الملمس البودري قوي ده انا ما بحبوش على البشره خالص، فهو بحسه باودري قوي قوي. زائد ان الدرجه دي ممكن تكون مش مناسبه انا ليا، لكن الدرجه عايزه بنت بيضه، تمام، بنت فاتحه، لان هي قويه جدا، يعني الاضاءه بتاعتها قويه جدا. فمش عارفه، بحس ان هي يعني على الحقيقه يمكن مثلا في الاضاءه او في التصوير بتبان لكم زي ما قلت لكم ان هي قد ايه قويه، وكانك ازاز، شايفين؟ تحس ان بشرتي ازاز، لكن على الحقيقه تحسي ان وشك ملطوع ملطعه كده، بودري قوي. فانا بستخدمه زي ما انتم شايفين كده اهو، بعد ما بحط ال 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 الفيكس او اي ميه ورد او ايا كان اللي بتستخدميه، وبعدين بعد ما بحطه برش تاني، هرش روز ووتر زي ما قلت لكم تاني. لما برش بقى كده الهايلايتر بيهدى شويه شكله على البشره، انه ما يبقاش شكله ملطع كده، بيدوب شويه في مع الميك اب، يعني فاهمين. هنيجي دلوقتي عن اكتر باليت اي شادو انا استخدمتها وما حبيتهاش الفتره الاخيره كلها، وهي بعتذر جدا، باليت الاي شادو بتاعت ايفون الجديده اللي اسمها بيرفكت وير، تمام. بتالي برضو عملت لكم عنها ريفيو كامل، هسيب لكم لينك الريفيو تحت لو عايزين تتفرجوا عليه، اللي هي دي الوانها، تمام تمام. ليه يا رورو ما بتحبيش الباليت ديت؟ هي الوانها زي ما انتم شايفين كلها على بينكات كده وروزات كده باينه. ما بحبهاش علشان خاطر حاجة بسيطة جدا، البالت البيجمنت بتاعها ضايع بالنسبة لي. أرجوكوا تقبلوا رأيي، البيجمنت بتاعها رائع، البيجمنت بتاعها ضايع بالنسبة لسعرها. يعني اعملها لي بخمسين جنيه وانا اقول لك ماشي، لكن تعملها ليش بمية وسبعين ولا 180 ولا 200 جنيه كمان، بتنزل بالبيجمنت ده، لن اتقبل لن اتقبل، تمام. هاخد انا اللون الكشمير دوت، ماشي، على فرشة كبيرة. انا اصلا هعمل حاجة سيمبل جدا، يعني
تخيلوا انا ممكن احط كام مرة عشان اوصل للون كويس، يعني مش عارفة. المهم ان انا هفضل احط لغاية ما اوصل للون كويس وارجع لكم. بعدين يا بنات هاخد نفس اللون بفرشة فلافي كده تمام، بس مبططة، دي من ريال تكنيك، وهحط نفس اللون على الجفن المتحرك كله بالطبطبة. طبعا انا عشان اوصل للبيجمنت اللي انتوا شايفينه ده مش عارفه اقول لكم انا حطيت قد ايه، يعني مش قادره اقول لكم. المهم هنرجع. طبعا البلد كمان فيها عيب خطير جدا، ما فيهوش لون دافي يا جدعان ندفي بيه اي حاجه، كله الوان فاتحه، يعني اللون الوحيد الغامق لون شيمر، فاللي هو يا جماعه مين عامل البلد دي مين؟ المهم هاخد اللون الشيمر بفرشه فلات كده انجلد تمام، وهحطها تحت العين، هرسم بيها خط كده تحت العين اي شادو. وهدخله على العين من فوق كده، كده تمام. دلوقتي هاخد فرشة صغيرة دي وهرش عليها مايت ورد تمام، وهاخد اللون الفاتح قوي ده مع اللون ده، اللون البينك الفاتح قوي مع اللون اللؤلؤي دول تمام، اخلطهم مع بعض كده، وهاجي في اول العين واحطه رغم ان انا رشاه بس برضه مفيش فايده، ضعيف جدا. ها تضايق وشويه. طب نجرب ان احنا ناخدهم على الفرشة ونرش عليه عشان نبقى جربنا، عشان نبقى لعبنا كل الالعاب. نفس البيجمنت ما تغيرش كتير. هنيجي دلوقتي عند الكحل، والكحل اللي انا مش بحبه بس الواحد برضو يقول الامانة والليلوي عليه، هو الكحل بتاع فوريفر 52. الكحل ده رائع في كل شيء، سواء سواده فظيع فظيع، ثباته حلو جدا جدا جدا، كل حاجة فيه حلوة. انا مشكلتي معاه انا شخصيا كارورو انه انا عيني حساسة وجافة جدا، وطبعا هو عشان بينشف قوي ف بيحسس لي عيني، يعني انا عيني حساسة منه، لكن هو كمنتج حلو في كل شيء، العيب في انا مش فيه هو بس، يعني دي كل الفكرة تمام. بس فهنستخدمه النهاردة وربنا يستر. حطيت الكحل في الجفن اللي فوق وفوق الرمش كده، مشيت حاجة بسيطة جدا فوق العين ودمجته بفرشة انجل تمام. هنيجي دلوقتي عند وقت الماسكارا. الماسكارا اللي انا مش هقول فيها حاجة وحشة للأمانة، الماسكارا ما فيهاش حاجة وحشة، اللي هي الماسكارا اللي اسمها مارك اكستريم بيج، او اسمها بيج اند اكستريم من مارك من ايفون. الحقيقة ان الماسكارا دي انا ولا بشوف منها حاجة حلوة ولا بشوف منها حاجة وحشة، ماسكارا يعني لا انا مش هفكر اشتريكي، يعني لا مش هفكر اجيبك تاني، يعني فاهمين اللي هو بتوع ايسنس الله حلوين قوي، ارخص منك تقريبا، او هنقول في نفس رينج السعر، بيدوا افكت احلى منك مليون مرة، بس مش اكتر من كده يعني. ولا بشوف منك حاجة واو، ولا بشوف منك اي ميزة، يعني ما فيكيش ميزة ما تخليني هاقدم على الشراء، يعني فاهمين قصدي. بس يعني ركبت رموش ورجعت لكم وحطيت نفس الكحل بتاع فوريفر 52 في العين من جوه. ونيجي دلوقتي عند وقت الروج. الروج اللي هتكلم عنه برضو تقريبا اكيد كلمتكم عنه قبل كده، وهو ال 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 الروج ده من ايسنس. الحقيقة الروج دوت انا مش ما بحبوش، بالعكس الروج ده حلو جدا، درجته حلوه جدا، اللي هي الدرجه رقم الدرجه دي 05، الدرجه حلوه جدا جدا زي ما هتشوفوا. الابليكيتور بتاعته حلوه، بص الدرجه جميله جدا. مشكلتي معاه
ان هو مسافة ما بتحطيه كده، مسافة ما بتحطيه بس، بتلاقيه راح من النص بس، اللي هو ايه ايه انت رحت فين، سبتني ورحت فين، ده انت جميل ليه كده، ليه بتعمل كده، فاهمين؟ بس يعني هي دي كل مشكلته، انه يعني مش محتاج انك تاكلي ولا تشربي عشان يروح، هو بيروح كده لوحده، هو قايم بالواجب لوحده. بس يا بنات هو ده اللوك بتاع النهارده. انا عارفه ان في بنات كتير جدا هتقولي اللوك تحفه، اللوك جميل جدا، لوك بناتي جدا جدا وسهل جدا جدا. انا الحاجات اللي ما حبيتهاش زي ما قلت لكم، في حاجات اوريدي هي حلوه بس عايزه تعامل خاص، في حاجات زي الفاونديشن الكونسيلر الحاجات دي، الفينش بتاع الوش نفسه مخليه مش حلو، مش مخليه الفينش بتاع الوش حلو. في حاجه اسمها الفينش يا جماعه، الفينش ده بيفرق جدا في الشكل. ف يعني عايزه اقول مثلا ان الهايلايتر اللي هو اللمعه اللي في الوش خبت شويه موضوع التقطيع، لكن هو موجود، فاهمين؟ فالفينش ده من الحاجات اللي دايما بتبقي راضيه عن نفسك لما بيكون الفينش حلو. الاي شادو يا رورو عامل لوك حلو وجميل، بس بعد قد ايه بذلتي مجهود قد ايه عشان يطلع اللوك دوت، فاهمين قصدي؟ بذلتي مجهود كبير، قعدتي فتره طويله، بدل ما هتقعدي 5 دقايق هتقعدي ربع ساعه عشان تطلعي اللوك دوت، فاهمين قصدي؟ بس ده كل الموضوع يعني، وطبعا ده رايي المتواضع جدا في المنتجات، ودايما بعترف وبقول انه الموضوع كله آراء شخصية وتجارب شخصية وبشرات مختلفة وتقبل مختلف وحاجات كتير جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم ومكانش طويل عليكم. وفي حاجة أخيرة عايزة أقولها بس عشان في بنات كتير بتسألني عليها، يا بنات التاتوهات اللي أنا بحطها على إيدي وكده، ده تاتو عادي جدا اللي هو بيتلزق، تمام؟ اللي هما بيبقوا على كارت كده، باخده واقص الشكل اللي انا عايزاه والزقه واحط عليه ميه كده وامشيه، فبيطلع لنا التاتو دوت، مفيش فيه اعجاز يعني، تمام؟ التاتوهات بتاعتي كلها هتلاقوها طبعا من الاوبن داي من صفحه الدكان. بس عشان بس بنات كتير جدا بتسالني على موضوع التاتو، يا جماعه ده انا ما بعملش تاتو طبعا، لان التاتو دي ما فيهاش كلام، التاتو حرام ما فيهاش كلام. فانا بنعمل الحاجات اللي بتتشال يعني، ده مش حنة، ده تاتو بيتلزق زي بتاع اللبان بتاع زمان، مش اكتر من كده. زي ما قلت لكم اي حاجه من حاجات السكين كير طبعا استخدمتها هحط لكم اللينك بتاعها تحت. ما تنسوش تروحوا تتفرجوا على الفيديو بتاع موني، انا اول واحده متحمسه جدا ان انا اتفرج عليه عشان نشوف ايه المنتجات اللي ما عجبتش موني للامانه. فما تنسوش تروحوا تتفرجوا على فيديو موني، طبعا هسيب لكم اللينك بتاع القناه بتاعتها تحت وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو تحت. غير كده واشوفكم على الف خير، وادعوا لي ان الحاجات اللي في وشي دي ما تسيبش علامه، وبس كده اشوفكم على الف خير ان شاء الله باذن الله. باي باي.